صلى الله عليه وسلم. معلم ابو سته بصراحه النهارده الله ينور عليك في السعر والسلاله اسعار بتبدا من 10600 من نتايات لتكره سوق كامل متكامل بفضل الله. النهارده زي ما المعلم ابو سته محمد ابو الحاج قال معانا عرض النهارده عرض فريد من نوعه. اللهم صل على سيدنا النبي. يا معلم ابو سته ايه الخمسه دول يا باشا؟ معانا انا مش كمان خمس تفاحات بقى بخليط الايطالي بس اعلى من الايطالي البيور يا باشا. اللهم صل على سيدنا النبي. انتم اعلى من الايطالي البيور نفسه. خمس غزلات خليط ايطالي والمعلم ابو سته النهارده بيقول لك اعلى من الايطالي البيور. اللهم صل على سيدنا النبي. بتاخد هنا سلاله، بتاخد هنا سلاله، القرن القديم زي ما انت شايف كده، العمر هنا خمس شهور. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل الناس اللي تتجمع معانا تصلي على سيدنا النبي، لان النهارده معانا سوق كامل متكامل، عرض النهارده فريد من نوعه، ديكوره اعمار 8 شهور، نتايات تحت العشر، ديكوره تخش علف، والاسعار مفاجاه بقى، الاسعار بتبدا من كام النهارده؟ من 10600 زي ما من كام؟ الاسعار بتبدا من كام؟ 10600 من 10600؟ واللي ما صلاش على سيدنا النبي يصلي عليه، رجاله الناس اللي معانا اللي ما صلاش على سيدنا النبي كده يصلي عليه. شايفين يا جماعه فتحه ايدين ورا عامله ازاي؟ الفتحه من ورا عامله ازاي؟ والظهر عامل ازاي؟ هنا بتاخد سلاله سبله تدل الارض، الفتحه المظبوطه من ورا، عظم الكواكع، اللهم صل على سيدنا النبي. زي ما الكتاب بيقول لنا يا رجاله، وهنا معاك اول حاجه في العرض ثلاث ديكوره، الاوزان لا تقل عن ال 270 كيلو، الاوزان يا رجاله لا تقل عن ال 270 كيلو، دول الثلاث ديكوره اول حاجه، وثلاث تفاحات نتي، ومعاك هنا سبع ديكوره اعمار 8 شهور، معاك هنا انتيات خليط ايطالي سوق كامل متكامل بفضل الله، والاسعار النهارده بتبتدي من 10600 من داخل المزرعه، وربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. الناس اللي معانا تجمع كده وتصلي على سيدنا النبي يا رجاله، الناس اللي معانا تجمع وتصلي على سيدنا النبي. زي ما قلنا لك يا عم ابراهيم النهارده بدايات شعاري، الاعمار معانا هنا يا باشا شهرين ونص، الاعمار معانا هنا ومعانا برضه رجاله خمس تفاحات، الاعمار شهرين ونص. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله، ده اول تفاحه، دي ثاني تفاحه، دي ثالث تفاحه البيضه دي يا رجاله. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على ذكر معلم سته، يعني اربع نتايات ومعاهم الذكر. اللهم صل على سيدنا النبي. الاعمار كام معلم ابو سته هنا؟ الاعمار شهرين ونص. ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. ده اول نتايه رجاله، الفتحه المظبوطه من ورا، هي عجله صغيره يا جماعه، هي عجله صغيره بس مش اي راجل هيشتريها، برضو تكون عجله صغيره فتحتها معدوله من ورا زي كده، والظهر المعدول ولا الظهر اسرج ولا حاجه. اللهم صل على سيدنا النبي. يا معلم ابو سته صل على النبي. انت قلت لي انت قلت لي قبل العرض معايا خمس حتت بتوع الفقير والغلبان. معايا النهارده هتقدم لي الخمس تفاحات دول بكام النهارده يا ريس؟ التفاحات دول نشوف لك سعر جديد معامله يا باشا، مش 12500. معلم ابو سته انت مبتسم ليه كده يعني النهارده؟ يا باشا النهارده بنبتسم يعني معانا النهارده عاملين اسعار حلوه. اللهم صل على سيدنا النبي. بقول لك سعر جديد معامله 12500 زي ما بتعرضوا. 12500 هنا؟ ولا ب 12000 ولا ب 11500 عمرك. امال بكام يا كبير؟ عايزين تخش في السعر على طول؟ يا معلم ابو سته انت معوض مشاهدينك على السعر بتاعك حلو والناس كلها بتحبك وكله بيتفاعل معاك، تفاعلوا مع المعلم ابو سته يا رجاله كده وصلوا على سيدنا النبي. قول لي بقى يا معلم ابو سته، هتقدم لي الخمس تفاحات العسلات دول بكام النهارده؟ الخمس تفاحات دول النهارده يا باشا بكام يا كبير؟ شو بقول لك سعر جبته معامله 11500 زي ما بتقول. امال بكام يا ريس؟ الناس دي عامله بلايكات. لايكات يا رجاله وصلوا على سيدنا النبي. بكام يا كبير؟ السعر المفاجأة 10600. ب 10600؟ يعني الخمس تفاحات دولت كده يا رجاله اربع نتايات ومعاهم الذكر عاملين كام الخمسه يا معلم؟ قلت لي 10600. 10600 يعني اجمالي الخمسه على بعض؟ اجمالي الخمسه عاملين لنا يا باشا 53 وست. 53 ماشي. عم محمد موسى دمياط، الناس المحترمه، مساء الفل عليك يا باشا. عم فريد الحنش، مساء الفل عليك يا باشا. احمد صقر، مساء الفل عليك. بنمثل على الناس كلها اللي معانا. عم سمير بدر عشان ما ننساش حد يا رجاله، وكله يصلي على سيدنا النبي في التعليقات كده، كله يصلي على سيدنا النبي في التعليقات. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. يا معلم ابو سته انت قلت لي الخمسه دولت على بعض بكام السعر النهائي بتاعه؟ 53. السعر النهائي مش هنقول لك دول ب 60 ولا ب 62، دول ب 53. ب 53000 الخمسه دول يا رجاله الشعاري سيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 10600 متوسط سعر التفاحات دول هم. يا معلم ابو سته هتعرضني ايه تاني يا كبير؟ معانا كمان يا باشا خمس تفاحات خالد ايطالي، ومعانا هنا اللهم صل على سيدنا النبي بهايم يا باشا بهايم شمسانه. اللهم صل. اعمار كام يا باشا؟ الاعمار معانا يا ابراهيم يعني 15 شهر. 15 شهر يا
يا جماعه دي عجله يا جماعه. عم حماد، عم حماد بعد اذنك حل العجل ده، طرح فيه حل العجل ده عم حماد. اللهم صل على سيدنا. شوف العجل يا جماعه، ده العجل اللي يوصل وزنه 800 كيلو وهو لسه عمره ما عدتش سنتين. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. ده عجل يا جماعه اهو، ده العجل هنا يا رجاله اهو. العجل بيتكلم عن نفسه، ورا زي قدام. يا معلم ابو سته، يا معلم ابو سته، القرن الصغير ده كده يعني. العجل ده يدل على ايه؟ قلبه اخضر، رويان، اللهم صل على سيدنا النبي. ده عجل يا رجاله، ده عجل يا رجاله بيتكلم عن نفسه اهو. اسحب لي التاني كده يا عم محمد معلش، عايزين نفرج المشاهد ونمتع المشاهد معانا النهارده. وخليكم معانا يا رجاله، معانا هنا خمس غزلات، خمس غزلات مش عجلات، دول هم خمس. اللهم صل، وبشير حلو كده وتشير في الخير، لان معاك هنا خمس غزلات. وادي العجل التاني يا رجاله، وادي العجل التاني اهو. مؤسسات الاوزان يا رجاله 260 و270 كيلو. ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب يا معلم ابو سته، هتقدم لي الثلاث درافيل دول بكام النهارده؟ الثلاث درافيل دولت مش هقول لك سعر يوم عامل 37,000. امال بكام يا باشا؟ لا ما عندناش الكلام ده. 37,000 جنيه؟ معلم ابو سته، الناس بتحبك وبتحب اسعارك الجميله. حياه سيدنا النبي النهارده يا جماعه بتاريخ 4/12/2023، على سيدنا السعر المظبوط. عايزين السعر المظبوط. 37,000. ب 37,000 جنيه عجلهم؟ بخمسه ما عندناش الكلام ده يا عم رئيس. امال عندنا بكام يا ريس؟ امال عندنا بكام يا كبير؟ اليوم عامل 32,500. 32,500؟ يعني الثلاث درافيل دلوقتي يا رجاله كده مع بعض عجلهم ب 32,500. الاوزان يا رجاله لا تقل عن ال 260 كيلو. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. ده عجله يا جماعه، الفتحه من ورا عامله ازاي؟ الظهر المظبوط. اللهم صل على سيدنا النبي. يبقى الثلاث دكوره دولت كده يا رجاله عاملين كام؟ عاملين كام؟ عاملين 97,500. ب 97,500 رجاله المنوفيه. اخويا وحبيبي عم ايهاب حلمي، مساء الفل عليك يا باشا، على دماغي يا كبير. عقول درافيل يا باشا، عقول درافيل يا جماعه، درافيل. 32,500 متوسط سعر البطل ده، متوسط سعر البطل ده 32,500. يا معلم ابو سته صل على سيدنا النبي. شايفين يا جماعه؟ شبات تحت العشر. يا جماعه شايفين الشاب عامله ازاي؟ مواصفات القرن الصغير، القرن الصغير هنا يا رجاله، القرن زي البز لسه، مواصفات عاليه. اللهم صل على سيدنا النبي. معلم ابو سته حل لي التفاحه دي كده شويه كده، حل يا عم محمد كده معلش. اللهم صل على سيدنا النبي. مواصفات عاليه يا رجاله، مواصفات عاليه. معلم سلام احمد ابو الحاج، مساء الفل عليك. عم سامي محمد ابو بطه، مساء الفل عليك يا باشا، على دماغنا يا باشا، ربنا يستر عليك يا رب. اللهم صل على دي عجله يا رجاله ايه؟ ديت اللي اتقال عليها شاب بنوف صحيح. هنا الفتحه من ورا عامله ازاي؟ اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين يا جماعه؟ شايفين المواصفات؟ اربع رجل من تحت عاملين ازاي؟ الاربع عمدان يا رجاله عاملين ازاي من تحت كده؟ اللهم صل على سيدنا النبي. اسحب لي خطوه كده يا باشا. شهر 11. شهر 11؟ اللهم صل على سيدنا النبي. مكعوب هنا، المكعوب مكعوبه. اللهم صل على سيدنا النبي. مش اي حد يشتري عجله جاموس يا رجاله. بتاخد سلاله، فتحه العارضه من ورا، الظهر المظبوط، القرن الصغير. اللهم صل على سيدنا النبي. رجاله تفاعل معانا كده يا رجاله، وتعالى اتفصل على سيدنا النبي. دوس اعجاب معانا، دوس لايك ودوس شير علشان يوصلك مننا كل جديد، ونشجع المعلم ابو سيدنا محمد ابو الحاج، نشجعه على الحاجات الحلوه دي. اللهم صل على سيدنا النبي. شوفوا يا جماعه الاربع حلبات عاملين ازاي؟ مبكره من دلوقتي. دي شابه يا رجاله هنا اهو. الاربع حلبات من تحت ولا العجل العشر. اللهم صل على سيدنا النبي. اسحب لي خطوه كده يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله. معلم ابو سته، عايزين يا معلم استبقى نعرض الايطالي، الناس طالباك. بقول لك اعرض لنا الايطالي. ومعانا كمان سبع ذكور السعر. سبع ذكور يا رجاله، اعمار كبيره هنا يا رجاله. اعمار 8 شهور هنا، اعمار كبيره. اللهم صل على سيدنا النبي. هنا اوزان 120 كيلو. الاوزان يا رجاله 120 كيلو يا رجاله. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. حبيبي عم شريف، عم شريف سلطان، مساء الفل عليك يا باشا. مساء الفل عليك يا كبير. بنمسي على الناس كلها اللي معانا على اللايف من سينا لاسوان اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الفتحه عامله ازاي يا رجاله؟ الفتحه من ورا عامله ازاي؟ اربع حلبات. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين المال يا جماعه؟ شايفين المال؟ هنا المال بيتكلم عن نفسه، المال هنا بيتكلم عن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل. دي اول تفاحه يا جماعه معانا كده، دي اول تفاحه معانا اهي، ودي ثاني تفاحه، ودي التفاحه الثالثه. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الشلش والحلاوه والنظام يا معلم ابو سته. العجلات دي تتعشر امتى؟ العجلات دي تتعشر كمان شهر واحد. شهر واحد يعشره. شهر واحد هيبقى عندك شابه، هيبقى عندك عجله عشر، هيبقى عندك عجله عشر. مواصفات عاليه، مواصفات عاليه.
يبقى عندك جاموس مواصفات عاليه. قول لي بقى يا معلم ابو سته، هتقدم لنا الثلاث تفاحات دول بكام النهارده؟ الثلاث تفاحات مش غلى سعر، جبتهم عامله 42,000. 42,000 جنيه؟ ما عندناش الكلام ده. تمام. ولا ب 40,000 عندنا الكلام. اللهم صل على سيدنا النبي. النهارده يا باشا العجل العشر جرام وثلاثه ب 50 وب 55. العجله الحلوه العشر ب 50 وب 55. تمام. النهارده الثلاث شباب دولت بعد ما استعنا ولايكات وتصلي على سيدنا النبي. تمام. عاملين يا باشا كام؟ بكام يا كبير؟ سعر عجلتهم عامله 34,000. 34,000 جنيه يا رجاله. متوسط سعر التفاحه من دول همت 34,000. وربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. شاسات عاليه، شاسات عاليه. اللهم صل على سيدنا النبي. يا معلم ابو سته، بني سويف بتمسي عليك وانت حبيبك كلهم في بني سويف. بنمسي على بني سويف وبنمسي يا باشا على محافظه، بنمسي على نسيا وبنمسي على بنها، الناس كلها عباده. حبيبي معلم ابو سته، معلم ابو سته طبعا يا جماعه رجالته كلها حبايبي كلها في بني سويف والوسط على دماغنا من فوق، بني سويف كلها احسن رجاله. عم شعبان الجزار مساء الفل عليك يا باشا. يا معلم ابو سته، انت قلت لي كده دول هتعجلته عامله كام؟ سعر العجل العامله 34,000 جنيه رجاله. متوسط سعر التفاحه من دول محمد بفضل الله بتاخد عجله من ديت فيها البركه ان شاء الله احسن من عجله هولشتاين ب 50,000. ان شاء الله باذنك يا رب احسن من عجله هولشتاين ب 50,000. الفتحه عامله ازاي من ورا يا جماعه؟ الشاسيه بتاع البيم، الريح. اللهم صل على سيدنا النبي. خش بقى يا معلم ابو سته. معانا كمان سابق ومعانا كمان خمس عجلات خليط ايطالي. خمس تفاحات خليط ايطالي. ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب يا جماعه. الفاتحه مورا عامله ازاي؟ الظهر المظبوط. اللهم صل على سيدنا النبي. عجلات كباتن بامانه. يسلم اللي نقاهم، تسلم ايد اللي نقى وفرز. اللهم صل على سيدنا النبي. دي اول تفاحه يا رجاله، هنا اول تفاحه. اللهم صل على سيدنا النبي. مركز البداري اسيوط على دماغ نحس الرجاله. اللهم صل على سيدنا النبي. دي اول تفاحه يا رجاله، خليط ايطالي من العالي، خليط ايطالي من العالي بنسبه عاليه. ايطالي بنسبه 95%. اللهم صل على سيدنا النبي. بنسبه عاليه يا بنسبه عاليه. وانت رقم اثنين يا رجاله اهو. هاي التفاحه رقم اثنين. حل كده يا محمد كده. حل لي التفاحه دي كده. دي التفاحه رقم اثنين يا رجاله. يا معلم ابو سته، الاعمار هنا. الاعمار هنا يا باشا يعني من اربع شهور لاربع شهور. اربع شهور ونص بس عجلات شبعانه لبن. ايه العجله يا جماعه؟ هنا الخليط الايطالي هنا اهو. هنا الخليط الايطالي. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. بتاخد سلالات، بتاخد سلالات. اوعى ترمرم بطنك توجعك، اوعى ترمرم لا بطنك توجعك، خليك في الحلو، خليك في الحلو. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. هنا غزلات، دي يا جماعه غزلات، غزلات مش عجلات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلم ابو سته شكلك هتتخطف. حبيبي عم ايهاب مساء الفل عليك. اخونا الكبير عم ايهاب حلمي. حبيبي يا باشا عم منصور العربي مساء الفل عليك. يا معلم ابو سته، عايزين بنعرف سعر الخمس تفاحات دول. هم خمس تفاحات دول مش هقول لك سعر عجلتهم عامله 30,000 زي ما بتعرضوا. اللهم صل على سيدنا النبي. الرجاله اللي معانا تشجع الفيديو بلايك وبشير. الرجاله اللي معانا تشجع الفيديو كده بلايك وبشير الرجاله. مشاركه للفيديو، عايزين دعم معلم ابو سته كده. وقلوب حمراء، قلوب حمراء كتير، وتصلي على سيدنا النبي كتير في التعليقات. الناس كلها على دماغهم فوق. تمام. عايزين نعرف سعر الخمس تفاحات دول بكام بقى؟ سعر الخمس تفاحات دول. تمام. مش هقول لك سعر جيته عامله 30,000. اللهم صل على سيدنا النبي. 30,000 ما عندناش الكلام. اللهم صل على سيدنا النبي، مش ب 25,000 كمان. ب 25,000 يا عم. طب ما تقول بقى الناس كلها تصلي على سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. سعر العجل دول عامله كام؟ بكام يا ريس؟ 23 ما عندناش الكلام ده. اللهم صل على سيدنا النبي. لايكات يا رجاله وشجعوا على الفيديو. مزرعه الجاموس، مزرعه الجاموس المنوفي بعرض لك يا باشا ان فيها ماكس 1000 و2000 على اي حد بفضل الله. الناس كلها دعمنا بلايكات يا عم ريس. اللهم صل على سيدنا النبي. دعمنا بلايكات. العجله ما تمشي كلها كام يا عم ريس؟ بكام يا ريس؟ 25 ولا 22 دلوقتي عاملين كام؟ بكام يا خمسه على بعض؟ 95,000 خمسه. بكام؟ ب 95,000. متوسط سعر التفاحه؟ 19,000 يا باشا. يا معلم ابو سته انت فايق معانا؟ يا باشا انا فايق والناس كلها قدام فوق. اللهم صل على سيدنا النبي. متوسط سعر الخمس تفاحات دولت كده يا رجاله 95,000 جنيه. متوسط سعر التفاحه منهم 19,000. اجمالي الخمسه مع بعض عاملين 95,000 جنيه. متوسط سعر التفاحه هنا 19,000. وربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. 23. قول لي المكان اللي معلق مكانك ورقم تليفونك للتواصل معاك. وسنا المنوفيه فريد عرب ابو ذكري. قول لي رقم تليفونك للتواصل معاك. 010 61 82 49 74 74. اللهم صل على سيدنا النبي. اي كميه في العجلات دي يا عم رهيب؟ موجود
موجوده. اللهم صل على سيدنا النبي. اللي عايز اي من 100 في الديكوره في النزايات موجوده. معلم ابو سته اوزان شغال؟ معانا اوزان يا باشا. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا جماعه الخمس تفاحات دولت بيتكلموا في 95,000 جنيه وربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب وربنا يرزق الناس كلها بالحلال. اللهم صل على سيدنا النبي. متوسط سعر التفاح هنا يا رجاله 19,000. ادي رقم واحد، ادي رقم اثنين، اللهم صل على النبي، ادي رقم ثلاثه، ادي رقم اربعه، وادي رقم خمسه. خمس تفاحات عسليات. اللهم صل على سيدنا النبي. عجلات تعمر البيت، عجلات يا جماعه تعمر البيت. اللهم صل على سيدنا النبي محمد. معانا ثاني يا معلم ابو سته. معانا كمان هنا يا باشا كمان سبع كوره. طب نعرض الصور الاول. هنعرضك السبع كوره دي يا باشا. ما في حاجات صغيره هنا برضه. في يا باشا اللي انت عايزه. طب نخش على الصور ده الاول ولا ايه؟ يا باشا معانا السعر سبع. حاضر يا معلم ابو سته، حاضر. السعر بتاعها ولا انت؟ حاضر يا معلم ابو سته. الاعمار كام هنا يا باشا؟ الاعمار معانا عمرين 8 شهور و9 شهور. 8 شهور و9 شهور، الاوزان 120 جيلو. الاوزان معانا 120 ل 125 جيلو. يعني خليك 120. اللهم صل على سيدنا النبي. دولت سبع ديكور يا رجاله. اللهم صل على الاعمار وافيه، احجام عاليه، الفتحه المظبوطه من ورا. عقول شمسانه. عقول شمسانه، عقول شمس يا معلم ابو ست. يعني ايه عقول شمسانه؟ في ناس مش عارفه برضه. يعني في عجل عمرين، في عجل خزين. تمام، عجل خزين. ما يزيدش. ما يزيدش ده. ده لسه ده من فتره عم يزيد. تمام. عجل الشمسان يا باشا يزيد. عجل الشمسان ده يعني اللي بيوقف في الشمس؟ بيوقف في الشمس وضله. شمس وضله. شمس وضله يعني. يعني جه من مزرعتهم كده؟ كانوا في مزرعه هو. تمام، يعني رجال البيان دي لو حد خدهم ودفاهم وروع عليهم شويه ربنا يرزقك فيهم اعلى رزق. اللهم صل على سيدنا النبي. وادي الاكل يا رجاله هنا اهو، الاكل هنا اهو يا معلم. بص بقى، عايزين متوسط سعر الدكر من دول كام النهارده؟ سعر يا باشا عايزين السعر المظبوط. مش هقول لك سعر، سعر يوم عامل 25 ولا 26. لا ما عندناش الكلام ده. عايزين اللي عندنا يا كبير. اتفرج علينا يا باشا. اللهم صل على سيدنا النبي. اتفرجنا على مصطفى، اتفرجنا عليهم الكاميرا جايباهم عجل عجل اهوت، بس الناس مستنيه السعر بتاعك بقى يا باشا. امال بكام يا ريس؟ ما عندناش الكلام ده. عايزين اللي عندك يا معلم ابو سته. 23 ما عندناش الكلام ده. الناس كلها دعمه بلايكات. يا باشا كله دعمك بلايكات وكله بيصلي على سيدنا النبي. شير معانا الفيديو محترم، اعمل اعجاب للمعلم ابو سته، اعمل تعليق في الصلاه على سيدنا النبي اهم حاجه. الناس اللي معانا ما تنامش كده وتصلي على سيدنا النبي. قول لي بقى يا معلم ابو سته بقى متوسع ذكر من دول كام النهارده؟ كام يا كبير؟ عاملين 133,000. السبعه على بعض؟ عاملين 133,000. يعني كده عقلهم ما كملش ال 20,000. كده بعقله عامل 19,000. 19,000 جنيه. ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. قديمه. السبعه هنا يا رجاله السعر بتاعهم النهائي 133,000 جنيه. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. متوسط سعر عجلنا يا رجاله 19,000. متوسط سعر العجل هنا احسن 220 23 يا عم. الصغير فيهم؟ بس هم دول شروه ورزق اللي ياخدهم. رزق اللي ياخدهم؟ رزق اللي ياخدهم. متوسط سعر السبعه يا رجاله اجمالي السبعه مع بعض 133,000 جنيه، متوسط سعر العجل هنا 19,000. ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب، وان شاء الله اللي له رزق في اي حاجه ياخدها. ما تنساش معانا عرض الدكوره وعرض التفاحات الامريكي دول، هنا تفاحات امريكي، متوسط سعرنا 34,000 جنيه في التفاحات دي يا رجاله نوتي، متوسط سعرنا 32,500 في الدكوره، هنا 10,600 في الحاجات الصغيره ديت، معانا كمان 10. صلي على سيدنا النبي، الناس اللي معانا يا رجاله كانت تدعمنا بلايكات وبشير. هنا معاك 19,000 جنيه في الديكوره ديت. دعمنا بلايكات حلوه كده، معاك 19,000 في التفاحات الخليط الايطالي ديت. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. هنا معانا برضه حاجات شعار. اعمار كام دي يا معلم ابو سته؟ اعمار معانا انا يا باشا يعني اربع شهور يعني قريب. يعني ثلاث شهور لاربع شهور. من كام؟ الاسعار يا باشا. السعر النهارده 10 دولت. دولت نتايات؟ دول نتايات؟ 10 تفاحات. اللهم صل على سيدنا النبي، دي نتايه يا جماعه. بلد منوفي عجله بيضاء شمعه. اللهم صل على سيدنا النبي. ما شاء الله. الفتحه العارضه من ورا برضه من دلوقتي. يعني عجلتنا قهوه. دي رقم اثنين. بسم الله ما شاء الله. ناوت معلمين. الفتحه المظبوطه من ورا الرجاله. اللهم صل على سيدنا النبي. ناوت معلمين يا عم. ناوت معلمين. الناس كلها. وعبنا الله ينور عليك ويكفيك شر العين ويستر عليك. اتفرج يا باشا. اللهم صل. ده رقم اثنين وده رقم ثلاثه. ما شاء الله تبارك الله. وده رقم اربعه. عجلك جمال كله والمحاسن والحلاوه. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. ده رقم خمسه يا رجاله. رقم خمسه. ادي رقم سته برضه. ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وادي رقم سبعه. بسم الله ما شاء الله. ادي رقم ثمانيه الخليط الايطالي دي. معلم ابو سته دي خليط ايطالي؟ ديت يا باشا يعني عجله خليط ايطالي فيها نسبه. فيها نسبه. بس مش قوي برضه. مش قوي يا باشا. تمام. ادي رقم ثمانيه. وادي رقم تسعه العجله القديمه دي يا رجاله. وادي رقم 10. 10 تفاحات منوفي اعمار ثلاث شهور ونص. قول لي سعرك يا معلم استبعد ادوني سعر ال 10 تفاحات دول بكام النهارده؟ بقول لك سعر عجلتهم عامله 18,000.
18000. لا ما عندناش الكلام ده. معلش بس انت خليك يعني خش في الموضوع على طول. 17500 عمريه. اللهم صل على سيدنا النبي. امال بكام يا باشا؟ يعني عمريه مسرع جدا يقول لي سعيته عامله 16000. لا ما فيش كلام. متوسط سعره ب 16000 جنيه؟ الناس كلها صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. الله يكاد يا رجاله وصلى على سيدنا النبي. شراوينا ناقصه ومش رزق وفرز ومش هنستخسر في المشاة. مش هنستخسر في المشاة تمام. النهارده يا باشا. بكام ال 10 دول يا معلم ابو سته؟ عمري 160 ما عندناش الكلام ده. 160؟ ب 155 ما عندناش. اللهم صل على سيدنا النبي كمان كمان قول قول. بكام يا ريس؟ عاملين كام؟ بكام؟ 32000. بكام؟ 132000. انت تتكلم جد ولا مش فاهم معانا؟ بتكلم جد. قول لي رقم تليفونك للتواصل معاك. تليفوني 010 010 61 82 49 74 74 يا رجاله 27 محافظه. بنمسح الناس تاني كده. انت قلت له متوسط السعر ده كام؟ سعر عيد ابن عمي 13200. 13200 جنيه؟ 13200. اللهم صل على سيدنا النبي. ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. متوسط السعر هنا يا رجاله 13200 جنيه. اللهم صل على سيدنا النبي. 17 و18 عمريين. معانا بس ما عندناش الكلام ده، ما عندناش الكلام ده. مزرعه الجاموس المنوفي عامله 13200 يا باشا. 13200 جنيه يا رجاله. وان شاء الله يا رجاله كده نهايه عرضنا معاكم النهارده 10 تفاحات منوفي متوسط سعر الاجله منهم 13200 جنيه. معانا ان شاء الله النهارده كان معانا عرض سوق كامل متكامل وربنا يبارك لصاحب المال عنوان اللايف علشان ان شاء الله اللي عاجبه حاجه ياخدها. متوسط السعر يا رجاله في التفاحات ديت 13200 والاكل والشرب قدام منك اهوت. هنا يا رجاله شغل معلمين بفضل الله، هنا شغل معلمين 13200 جنيه. ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. اللهم صل على سيدنا النبي. ومعانا الخمسه الاطالة دول همت الخمسه على بعض هنا يا رجاله عاملين 95000 متوسط سعرها 19000. معاك سبع ديكور هنا اعمار اكبر، اعمار 8 شهور و9 شهور متوسط السعر 19000 برضه. معاك نتايات تفاح هنا تفاحات منوفي. اللهم صل على سيدنا النبي. متوسط السعر هنا 34000 جنيه. عجلتنا وعجلات ترضي الله. بالله عليك قبل ما تطلع من الفيديو تقول رايك في تقول رايك في الفيديو بما يرضي الله، وما تنساش اللايك والشير والتعليق اللي فيه الصلاه على سيدنا النبي. وبنشكر كل راجل محترم تابع معانا الفيديو للنهايه ودعمنا بكل اللي جواه. الناس دي كلها على دماغنا من فوق طبعا يا رجاله، محبه الناس دي بالدنيا بحالها. بحييكم تحيه طيبه من داخل مزرعه الحاج محمد ابو الحاج. وهنا برضو يا رجاله في هنا برضو يا رجاله في 10600. ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. وطبعا اللي عايز اي حاجه على دماغنا من فوق تحت امره واذن الجميع. يا معلم ابص رقم تليفونك تاني للتواصل معاك لاي استفسار، مش شرط البيع وشراء. حد حابب يستفسر عنده حاجه اللي حد عايز يستفسر رقم تليفونك يا معلم ابو سته. قول له رقم 61 82 49 74 74. الناس كلها يا معلم عايز اي حاجه اي استفسار اتواصل مع رقم التليفون واحنا تحت امر واذن الجميع. ان شاء الله طلباتك كل اللي انت عايزه هنا كل اللي انت عايزه هنا بفضل الله موجود. المحترمه اللي تابعت معانا الفيديو للنهايه وشكرا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.